مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رأيك شنو. نحن اليوم جينا في السوق الكبير بمعاصمة انجمينا. عندنا ثلاثة أسئلة لحلقتنا حقت الليلة. سؤالنا الأول: متى تم استغلال تشاد؟ والسؤال الثاني: صلاة الجنازة عندها كم ركعة؟ والسؤال الثالث والأخير: في مثل بيقول والزومة طاقتها في قدومة. دي أسئلتنا. تعالوا نشوف آراء الناس في الشارع. عليكم السلام ورحمة. الاسم الكريم؟ أبكر حسن. أبكر. أبكر حسن. متى تم استغلال تشاد؟ من نفس أونز من نفس سوسان. بالعربي يعني؟ والله بالعربي ده مشكلة. أونز أونز من نفس سوسان. من نفس سوسان. طيب صلاة الجنازة فيها كم سجدة؟ ولا عند سجود ولا عند ركعة. سلام. أيوه. يا سلام عليك. في مثل بقول والزومة طاقيتها في قدومة. مرة أنا سميتها من خشمك أنت. كيف يعني؟ ما أول مرة والله من خشمك. ده مثلا إنه في تشاتيني قوة والزومة تاقيدة في قدومة ده تو إلي كم إلي الناس البرة برة من يمين ده كنا بدور يهلو لك لكن إنه فيني ده مرتبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ محمد بكر. بكر. متى تم استغلال تشاد؟ من الله فدي الاندبندنس. فدي الاندبندنس ده أمس السورة ولا هو كي تشاد كي متى استغلوا تشاد كي متى يعني شارد استغلالها كده متين إذا الاستغلال؟ استغلال لا ولا نسيتها أم نسيتها ونسيتها. بون صلاة الجنازة عندها كم ركعة؟ الجنازة ركعة واحد بس ما عندها واحد كل ما عندها ركعة تجيب بس وتجري وتكمل خلاص. يا سلام عليك. بون في مثل بقول والزومة تاقيتها في قدومة ده شنو؟ عندنا مثلا تشات بقول والزومة تاقيتها في قدومة. تاقيتها في قدومة. والزومة تاقيتها في قدومة. ده شنو ده؟ لا والله ما نعرف. حاول شي بقى كنت تعرف والزومه تاقيتها في قدومه. والزومه تاقيتها في قدومه. ده شنو ده؟ ده مش يعني في الحيوان ولا في البني ادم؟ والله هو مثلا بضربه لكن ما نعرف شو تتخيل في الحيوان ده بقاوة تلقاه اسمه ده عنده مغران كبير ولا خنزير كله تلقاه كبير ده يوريهم. اوكي ميرسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم؟ حسن عبد الله ابراهيم. حسن عبد الله متى تم استغلال تشاد؟ تم سنة 1950 طيب جميل. صلاة الجنازة عندها كم ركعة؟ صلاة الجنازة عندها رفوع عن اليدين ولا ركعة عندها كم ركعة؟ ركعة واحدة. صلاة الجنازة ايوه عندها ركعة واحدة. توقيف بتولى وترفع يدينك أربع مرات يعني ما عندها ركوع؟ ما عندها ركوع ولا سجود. طيب جميل. في مثل بيقول والزومة تاقيتها في قدومة ده شنو؟ والزومة تاقيتها في قدومة. والله ده ما أعرف. فكر شو تاقيتها في قدومة. ما أعرف عفوا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ اسمي آدم أبو سكين عبد الله. آدم متى تم استغلال تشاد؟ لـ11 شهر 8 عام 2060 عام 1960 من لبسة 1960. كلام جميل. طيب صلاة الجنازة عندها كم ركعة؟ يا سلام قريبة ده ما نعرف ما تعرفها؟ ما نعرف. بون في مثل بقول والزومة تاقيتها في قدومة. ده كله ما نعرف. والزومة تاقيتها في قدومة. نو ده كله ما نعرف. جسيبها فكر أكون تعرف. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ اسمي عبد القادر محمد آدم. عبد القادر متى تم استغلال تشاد؟ على استغلال تشاد تم من 1960. من 1960. اوكي. صلاة الجنازة عندها كم ركعة؟ والله الكيسه رقم ما فهمتها. صلاة الجنازة؟ اي الجنازة صلاة الجنازة ما مكمدة عندها كم ركعة؟ عندها 6 ركعة. 6 ركعة. بون في مثلا بقول كي والزومة تاقيتة في قدومة ده شنو؟ والزومة تاقيتة في قدومة كاي ورا مولود انا اكرم ما كلام عرب جينا انا جميل ما عرفتها. والزومة تاقيتة في قدومة ورا ما عرفتها كلام عرب ما عرفتها ما عرفتها في قدومة ما عرفتها. اوكي ميرسي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ عبد الله بوني. عبد الله متى تم استغلال تشاد؟ ما يربطها. سيداتي هكذا نكون أنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة. أعود وأذكر بأسئلة الحلقة. نحن زي ما ذكرنا في البداية لنا ثلاثة سؤال. السؤال الأول بيقول
متى تم استغلال تشاد؟ إجابة السؤال: تم استغلال تشاد 11 أغسطس 1960. السؤال الثاني: كم صلاة الجنازة فيها كم ركعة؟ صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا سجود. السؤال الثالث: في المثل بيقول أبزومة والزومة طاقتها في قدومة، ده الحمار، الحمار ده في مثل بيقول والزومة طاقتها في قدومة. هذه هي أسئلة حلقتنا الليلة، والإجابة كما قلتها لكم. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى وفي برنامج آخر، ما تنسوا تعملوا لايك وشير عشان يصلكم الجديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.